أخبار اليوم. متكرر خلال الفترة الماضية، أنا بعتذر عن كده فعلا، ويمكن ده كان في عيب فيا شخصيا. أنا تعودت طول عمري أشتغل وما أتكلمش، وشغلي باين. إحنا أنتوا لكم حق علينا مش أنت، وإحنا بنعتذر. ان شاء الله فانا اتمنى ان نستطيع ان كل شهر نتقابل مره بمؤتمر زي ده، وما اقعدش المده الكبيره ديت ان انا اطلع من حضرتك اشياء كثيره اقولها، عشان بس اطمن سيادتك ان احنا ماشيين في الطريق اليوم في الطريق الصح ان شاء الله. بالنسبه للجولات انا تحت امرك، بس انا دايما بحكي عن هيبتي جولات. لو حضرتك تشوف لما كده نروح العاصمه الامريكيه الجديده، كان الغرض منه هو زياره موقع لعمل يعني مقابله في الموقع لتفقد اللي عملوا معاد التنفيذ كلها، المناقشات مع المقاول ونسبه التنفيذ كانت ايه وعملت ايه وهكذا. لكن يعني هي مش مساله كانت زياره عشان اتفرج على الموقع عمل ازاي، ده هي بدل ما كنا الاجتماع نعمله في الوقت دوت قلنا نعمله في الموقع ننقله. لان طبعا الناس لما تروح في الموقع في نوع من التحفيز ايضا للعاملين هناك انه يرقص في الاداء ويصرف في الاداء العام، برضه بتخلينا مش مجرد صوره ان انا بشوف الحقيقه ايه. لكن انا ما عنديش مشكله خالص نعمل جولات في اماكن مختلفه، وممكن نعمل جدول افعال. ايه راي حضرتك في كده؟ ليه بالظبط؟ مظبوط طبعا بالتاكيد يا دكتور، بالتاكيد يا دكتور. طب يا شركه وست هيئات، ما تطلعش منهم. انا مستني عندنا 16 شركه و10 هيئات، ما